حياكم الله من جديد أحبة المشاهدين. طبعا وصلنا وياكم لفقرة يا هلا بالضيف، هذه الفقرة المهمة اللي نسلط الضوء من خلالها على مواضيع متنوعة، أيضا ضيوفنا يكونون متنوعين لنخوض بكل المجالات. اليوم راح نخوض بموضوع الريبورتات. طبعا تعرف الريبورتات بأنها أشبه بالإنسان الآلي أو الآلة الميكانيكية اللي تقوم بمهام الإنسان، وبالتالي الإنسان يكون مسيطر عليها بشكل كامل، أو ممكن أنه تكون السيطرة بها عن خلال من خلال البرمجة ومن خلال التحكم عن بعد. لذلك راح نخوض بهذا الموضوع مع ضيفنا اللي انضم للاستوديو سماد زاغروس، المهندس بالفقار كريم، مصمم ومنفذ للريبورتات. حياك الله وأهلا وسهلا بك. مرحبا، حياك الله، نورتنا لهذا اليوم. ما شاء الله انت مبدع بهذا المجال، يعني قدرت تحقق نجاحات جدا واسعة، وأيضا باختيارك لمشاريع بخصوص هذا الموضوع ومنفرد به. ما نريد نتحدث عن البدايات لأنه ممكن الكل أنه عرف بداياتك بهذا المجال، نريد نتحدث عن أنه كيف طورت هذا المجال أكثر، وما هي الاستفادات اللي حققتها على المستوى المجتمعي. طبعا أنا ما منفرد بي، يعني أولا لأن داخل العراق أكو أكثر من زملائي موجودين جاي. وأكو سابقيني حتى بالبرمجة والروبوتات وهاي. احنا صرنا جروب والتيم وورك دائما هو يبين، لانه عدد كبير وننتج وننفذ، واكو هوايه اقبال مثلا من الطلاب ومن الشباب اللي لهم واحس يحبون البرمجه والروبوتات، فقدرنا نسوي شيء حلو. كتطور وبحث، يعني بغض النظر عن البدايات، احنا هسه نحاول نواكب خلينا نقول الستيت اوف ذا ارت، احدث شيء موجود بالعالم واللي هي الميكر موفمنت. بكل العالم هسه يصير اكو فد هبز تجمع الميكرز، تجمع الصانعين الروبوتات وصانعين التقنيه بصوره عامه. هاي الاماكن يسموها ميكر سبيس. الميكرز اللي هو الصانع يجون يلتقون ويتبادلون الافكار، يتبادلون المعلومات، يلقون اكو اجهزه، اكو المواد اللي تساعدهم حتى يبنون يسوون افكارهم. طبعا هسه احنا بالعراق اكو 4 إلى 5 ميكر سبيسات، اكو بالبصره، اكو باربيل، وبغداد اكو 2. احنا هسه نسوي الثاني ببغداد، تقريبا اكبر ميكر سبيس راح يصير في مكان كلش حلو كبير، نرحب به بكل الشباب اللي عندهم هيك طموح لصناعه الروبوتات ويشتغلون بها، وراح يصير في شيء مفاجئ، في شيء كلش راقي. حلو. كعدد للريبورتات والأجهزة اللي أنتجتها حضرتك، إيش قد يبلغ عددها لحد الآن؟ والله إذا أحسبهن هواية، يعني كروبوتات حسب من روبوتات صغيرة 20-25 إلى روبوتات كبيرة أكيد عدد يعني فوق 50. حلو. طيب. طيب خلي شوي نتحدث إنه بالبلدان المتطورة والمتقدمة، خاصة في ظل يعني انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بدأوا فعلا طبقوا نظام التباعد الاجتماعي لكن بطريقة حضارية وبطريقة متطورة، هي باستخدام الروبوت الآلي داخل المشافي وداخل المراكز العامة، ومن ضمنها حتى داخل المطاعم على أنه هو من يقوم بأخذ الحساب. خلي شوية تحدث عن مجتمعنا، ممكن أنه كانت أخذ مبادرة وطلبوا من عندك اليوم أنه يستخدموا بدل الإنسان إلى روبوت آلي حتى نتجنب الإصابات، وبنفس الوقت أنه راح يكون أكو حتى هو كاشف لدرجات الحرارة بالنسبة للأشخاص اللي ممكن تكون مرتفعة درجات حرارتهم. فعلا هو هم صار هيك، ما صار أكو طلب حقيقي على هيك، لأن إحنا من صارت الكوفيد والبانديميك الجائحة بعد الخبصة وما حد هسه يفكر بهالطريقة، بس أكو شباب نعرفهم، يعني إحنا بعدهم طلاب وأكو خريجين، فعلا سووا روبوتات اللي هي المفروض تكون تقدم الدواء داخل المستشفيات، تروح بصالات الحجر أحسن ما يهددون، يعني خلينا نقول شخص يكون مهدد إنه ينعدي ويروح يقدم الدواء للمحجورين، سووا روبوتات هي تقوم بهذا الشيء، تاخذ درجة حرارتهم، تعطيهم الأدوية مالتهم، تراقب وتنقل المعلومات للطبيب اللي يراقب الحالات. بس واقعا يعني ما تطبقت هواية لأن ما كان اكو وقت، كانت الحظر التجول ومنع، يعني ما قدرنا نجيب مواد أولية، فما صار في شيء بالواقع، بس اكو صارت نماذج موجودة فعلا سووها طلاب وسووها مهندسين صغار. طيب بالفقار صارت عندك فكره لريبورت وما قدرت تنتجها نتيجه لنقص بالمواد او ممكن انه لاسباب معينه؟ طبعا هوايه هي تصير اكو عندنا مشاريع نوقف قد معوقات،
من ضمنها الاستيراد المواد من المواد اللي بها مثلا كاميرات عدسات يصير عليها ستوب ليست بالجمرق مالتنا، بغض النظر عن شنو هي، ممكن تكون فد شيء هو بسيط بس لانه شكله بيئه فد شيء الكتروني فد قطعه معينه، فلازم انا دائما نقول انه المفروض اكو احد مختص بالالكترونيات يكون موجود بالجمرك يحدد انه هذا الشيء راح يكون استعماله سلمي او استعماله سيء، لان تصادر هوايه من المواد اللي ندزها ويتوقف مشاريع عندنا بسبب هذا الشيء. تمام. انت متوتر من المقابله؟ لا بس انا احتر بسرعه. حسيتك متوتر فذلك كاني توترت. انا يعني حوارنا كلش طبيعي وبالتالي ذو فائده وجميل بنفس الوقت انه تدخل عالم الروبوتات داخل مجتمعنا وبالتالي حتى نستفاد من عندها بطريقه حضاريه جدا في ظل اليوم انه هو فعلا موجود في مختلف العالم والاستفاده منه اصبحت بشكل جميل جدا ورائع. خلي شوي تحدث عن كبار العمر اليوم كانت لهم ايضا كان لهم نصيب وحصه بهذا الموضوع. نفس الوقت هو ممكن راح يكون انيس لهم ويستخدموه ايضا بمهام الاعمال المنزليه. اليوم انه احنا عندنا اشخاص ممكن هم يكونوا فعلا بحاجة إلى هذا الروبوت داخل البيت، وبالنسبة مثلا كبار بالعمر اللي عايشين وحدهم أولادهم مهاجرين خارج القطر، ما حد فكر اليوم داخل مجتمعنا على أنه فعلا يصنع هذا الروبوت أو يعرضه حتى يكون أكو طلب عليه؟ بال2019 أتذكر كان أكو مجموعة من الشباب سوينا هم تدريب دورة تدريبية واشتركوا مجموعة كبيرة من الشباب، أكو تيم سووا روبوت اللي هو اللي داري الكبار خلينا نقول يعطيهم الاكل ينبههم على مواعيد الدواء. بس المشكله وين انه فتره من توصل للتصنيع لازم يكون هذا الشيء ريلايبل كلش، احنا الشباب يسوون نموذج ويجربوه يشتغل بس لما تريد تسوق هذا الشيء لازم يكون ريلايبل، لازم اكو تيستينج عليه، احنا ما عندنا اليه وما عندنا خلينا نقول منظمات اللي تتبنى هيك مشروع وتجي تجربه وتفعلا، لان تجي هذا روبوت اذا غلط ممكن يضرب الشخص، ممكن يعني لازم تبرمجه بشكل صحيح، لازم اكو تيستينج، لازم اكو هوايه مراحل يطبيها الروبوت قبل لا ينزل للسوق. فاحنا نتمنى نشوف هاي الشغلات هي فعلا دي يسووها، لكن ما عندنا الاليه اللي راح نقول راح تنزل للسوق ونشوف اكو روبوت تصنع بالعراق يساعد المرضى يهتم بالطفل يسوي شغلات اللي هي ممكن يكون خطر اذا غلط اذا صار مال فانكشن صار ايرور بالبرمجه ممكن يؤدي الى فد شيء غلط يعطي دواء زايد او فهمت قصدي؟ نحتاج اكو اليات اكو لازم اكو فد شيء منظمات تهتم بهذا الشيء، لازم اول مره نطور الستركتشر الكامل لهذا هذا الشغل حتى نقدر من يكون اكو فكره روبوت جديد لازم يطلب مراحل تيستينج ومراحل الدعم بروتكشن اخر شيء بروتكشن حتى ينزل للسوق. طيب كآليه تسويق اليوم من بعد ما تكمل الريبورت كيف تسوق؟ يعني احنا هسه اذا نقول كتسويق ممكن هوايه من الروبوتات تصير تسويق على السوشيال ميديا مجرد انه انت تنزل وفعلا نشوفها احنا هسه بالفيسبوك والانستغرام هواي شغلات تنزل اجهزه جديده ما كنا نتخيلها قبل سنه وسنتين موجوده، فالشيء اللي يسوي السقف اناره اللي يسوي الابواب الالكترونيه هيك امور كانت قبل فتره كانت ما حد يفكر بها، هي عباره عن روبوتات ونزلت وصار تسويق وعرفت. ممكن التسويق يصير بالتلفزيون شلون قناتكم نجي في اليوم نعرض في شيء جديد هنا ونشوفه للناس. تمام أكيد يعني هي وسائل التسويق متاحة للجميع وبنفس الوقت ممكن استخدامها من خلال يعني الوسائل المرئية وحتى المسموعة وبالتالي حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبحت هي عملية تسويق في الدرجة الأولى واستغلالها بشكل صحيح والترويج عنها. خلي شوي نتحدث عن أبرز المواقف اللي ممكن تصير لك أثناء ما تصنع ريبورت معين. يعني ممكن مواقف انا ارق هواي مره عطلت روبوت لان ارقت وصار اكو شورت كهربائي بسبب من اركز على شيء راسا ارق هسه عرفنا يعني هذا مو خجل يعني مو خجل لا انا من اشتغل من اركز على شيء راسا ارق هوايه تصير يعني الروبوتات الكبار تصير بها مواقف مثلا اكبر روبوت صانعة يعني ممكن نشوف حجمه قد الانسان مثلا اكو موقف سويت روبوت قد الانسان ريسبشن كان اكو معرض او مهرجان معرض بغداد الدولي تمام وهو كان يمشي يفتر ويعطي كارت
من احد يوقف قدامه يحكي يطف جمله هيك يرحب ويعطي كارت. ف يفتر حسب الاصول والشغال ساعتين خلص الشحن بدا يضعف. انا ما انتبهت كنت غير مكان. فبنيه جت يمه وقفت هو شال ايده هيك وجيت عليها اشتغلت اشتغل الصياح. هذا كان موقف يعني مصيبه لان روبوت الاستقبال وقع على طيب دلفقار يعني اكو احد الزبائن طلب منك ريبورت وكان فد طلب غريب؟ والله وايد يجون وانا اعتذر منهم لانه دائما اقول انه اكو ناس يجون عندهم احلام غريبه يريدون ان يحققها. هي مثل شنو؟ مثلا اشياء مثلا يتخيل انه فد شيء يطول 3 ساعات 4 ساعات طياره تفتر. ماكو شيء اكو امور احنا محددات الفيزياء البطاريات الالكترونيات. او يتخيل ممكن نسوي فد روبوت كلش صغير. اكو احنا لازم نلتزم باللي يصير بالواقع الالكترونيات الموجوده بالسوق شنو. فهوايه تجي الطلبات ما يخطر ببالي بس دائما اقول الناس يحلمون ويريدون يحقق احلامهم يعني صعبه. طبعا زهراء تحدثت مع هذا الفقار في خلف الكواليس يعني قبل الحلقه انه يعني المفروض انت زوجتك وعائلتك يستفادون منك صح بشكل مو طبيعي. تنتج لهم ريبورت لغسل الملابس وريبورت لتنظيف المنزل ريبورت يفتح الباب لذلك. هاي واحدة من الطلبات اللي ممكن مساكين لنا ما مسوي لهم كل شيء يعني. فعلا اليوم انه يمكن اكثر شيء السيده تتمنى والطلبة على انه اكو شخص هو يقوم باعمال المنزل وهي تصير مدلله على اخر. هو ترى يعني لرجل الواقع هي اكو غساله صحون غساله ملابس المدني كانت اكو موجودات يعني ما موجودات هسه صارت عندنا روبوتات اللي تغسل الملابس وتنشفها وكل الخطوات تسويها اللي كان قبل لازم يسويها يدويا او غسل الصحون او المكنسه الكهربائيه كلها تعتمد. هذا حلو راح من تطفل غساله الصحون راح يرجع الصحون بمكانها والملابس راح يروح يشرها ويستفضل يرجع يفتح الباب ينيم الجهال وقاعد. طبعا هذا راح يخلص هوايه اعمال طبعا اكيد راح تكون مساعده لست البيت على انه كل المهام منجزه بشكل جميل جدا ورائع. اكيد عالم الروبوت هو عالم جدا جميل ورائع وبنفس الوقت اليوم انه احنا عندنا مواهب وعندنا طاقات ايضا جميله لابد انه نستقطبها ونستثمرها ونستفاد من عندها. خلينا ندخل بعولمه التطوير وبنفس الوقت كيف اليوم ننمي عندنا هذه الافكار. كونك انه انت مختص بهذا الجانب اريد اتحدث عن جانب الفئه العمريه الصغيره. هل من الممكن اليوم انه يطلبون المساعده من عندكم على ان تقدموا لهم بعض النصائح الارشادات تطورون من مهاراتهم؟ والله احنا كبالنسبه للاطفال مركزين عليهم من 2016 يعني حتى قبل الكبار. احنا مستهدفين مدارس ورياض اطفال لو اكو تعاقد يعني تعاقد ما بيناتكم مثلا ويا المدارس؟ اكو تعاقد ما بين عده مدارس. احنا كنا قبل نبلش باي او تي ميكر اللي هي الميكر سبيس والشباب والروبوتات احنا كنا اي او تي كيدز. اي او تي كيدز هي احنا شركه سووها الشباب اللي هم زملائي. بلشوا يتعاقدون ويا مدارس ابتدائيه ياخذون من عمر 7 سنوات ولحد ما يتخرجون يخلصون الابتدائيه. الكورس هم يشتغلون على الروبوتات وبرمجتها بشكل يناسب الاطفال. الاطفال اللي يخلصون كم سنه من هذا المنهج يطلعون يتنافسون ويا الكبار اللي مخلصين كليات هندسه. لان احنا ما نعطيهم التعقيد اللي بالبرمجه بس نعطيهم طريقه التفكير شلون تواجه المشكله وتحلها. يعني تريد تسوي الروبوت مالتك يسوي فلان شيء شنو الخطوات اللي لازم تسويها شلون يفكر الروبوت يخليه يفكر بمكان الروبوت. هاي اللي هو اللي يسمون اللوجيكال ثينكينج التفكير المنطقي. الاطفال اللي نعطيهم هذا الكورس يعني يستوعبوه باسرع من الكبار. هم اطفال يتعلمون فدا يبدعون يسوون شغلات كلش راقيه. بالنسبه للكبار ايضا يعني خلينا نقول كتوجيه ودعم وشلون نخليهم نسوي لهم مؤهز. ايضا طلاب الكليات طلاب الجامعات احنا دن نسوي برامج ممكن من ضمنها اونلاين تصير دورات اكو اونلاين هسه خاصه فتره الحظر اللي صارت عدد اكبر صار الريتش مالتنا اكثر. احنا كنا نسوي الدوره يجون 20 شخص للمركز هسه قمنا نسوي الدوره يجون 100 لانه هو قاعد بالبيت او على اللابتوب بالحضر يتعلم شيء جديد يستفاد واكيد باكر عقب راح يطبق لما يصير عنده اكسس على المواد وعلى الاجهزه. طيب ذو الفقار اليوم اغلب المبتكرين والمخترعين
في أغلب دول العالم أنه لما ينتج شيء معين من هذا القبيل يتوجه لدوائر الدولة حتى يسجله ويحصل على براءة الاختراع الخاصة بهذا المنتج. لذلك اليوم أنت كيف تسجل الشهادات الرسمية وبراءة الاختراع الخاصة بكل منتج تنتجه من خلال شركتك أو محلك؟ احنا عندنا هسه مشكلة بمسألة براءة الاختراع. مكتب تسجيل براءة الاختراع ده يصير هو يشتغل بس لوكال بس على العراق. فالتسجيل ده يصير بشكل مو دقيق، يعني أي شخص ده يجيب فكرة ممكن يجيبها من الانترنت يشوفها مطبقة سابقا يجي يقول هاي فكرتي يسجلوا لها. المشكلة هنا أنه مكتب براءة الاختراع بعد حتى انترنت ما عنده، ده يدورون بالفايلات الورقية اللي عندهم، هل أكو أحد مسجل فكرة هيك قبل مكتبنا؟ ماكو، يطلبوا براءة اختراع، وهذا الشيء مو صحيح. المفروض أكو سيرش اكثر، يعني من يجيهم مشروع جديد، من يجيهم فكره جديده يدورون بكل العالم حتى، ولازم اكو اكيد انهم يكون مكتب براءة الاختراع عندنا يكون معترف به دوليا. هاي احنا نفتقر لها، نتمنى تكون افضل، يعني دي يسجلون براءة اختراع شغلات كلش يعني بسيطه وموجوده بالعالم ونازله بالسوق ايضا، يعني عابره مرحله. يعني انت اليوم كيف تضمن انه ما راح تتصادر حقوقك؟ ممكن انه شخص من نفس الاختصاص يتوجه لشراء هذا الريبورت من عندك ويفسخه، وممكن انه ينتج نفس هذا المنتج ويصادره ويكون انه باسمه. فعلا هذا الشيء ما هسه حاليا ماكو اي ضمان، يعني غير انه احنا كل ما ننزل شيء لازم ننزل شيء بعد اطول من عنده واعقد حتى نضل احنا بالمقدمه. ماكو تقليد، بس ماكو غير شيء يعني يلزم هذا الامور، يعني براءة الاختراع ده صار لوكال بس داخل العراق. ف ما يعني مو ناجحه مثل ما لو كانت دوليه ومعترف بها، بحيث اي واحد مثلا حتى لو بالخارج انت فكرتك هنا تطلع، احنا مو اقل من الدول الخارج، انت سويت فكره جديده مو موجوده باكر عقبه واحد بالخارج سواها تقدر تقاضيه تقول له هاي فكرتي انا مسجلها هنا، بس من انت المكتب براءة الاختراع مو معترف به ما تقدر بعد تتصرف. مشكله. طبعا ذكرت نقطه كلش حلوه ومهمه، قلت انه احنا مو اقل من دول الخارج، لكن الاختلاف واسع ما بيناتنا، انه هم لما تكون عندهم عقول نيره وعقول تستثمر الواقع وتستثمر الحياه بطريقه صحيحه وبطريقه حضاريه وتفيد المجتمع وتفيد العالم، يحتضنوها بشكل جدا جميل ورائع ويوفرون لها كل الاحتياجات وكل الدعم وكل الامكانيات اللي تحتاجها حتى يحصلون من عندها نتيجه جيده. اليوم حضرتك انه انت موهبتك وقدراتك قدرت تنميها انت بنفسك شخصيا، نعم، يعني وكل الاشياء اللي تحتاجها هي ذات يعني دعم ذاتي. دعم ذاتي بالضبط. طيب اليوم انه انت يعني على سبيل المثال كيف تقدر تخدم يعني المجتمع تحديدا امنيا واقتصاديا وثقافيا؟ احنا اللي ما حصلناه من دعم حاولنا نعطيه، يعني من بلشنا بالبداية ما لقينا أحد يدعمنا، ما لقينا أحد يوجهنا أو يساعدنا بهالشيء. اشتغلنا وبلشنا من الصفر ووصلنا مرحلة هسه قدرنا احنا نكسب الدعم. اكو منظمات مجتمع مدني هسه دعمتنا حاليا، دعمتنا ماديا، دعمتنا بالمعلومات، اكو هواية هسه موجودين مثلنا، يعني احنا اختصاصنا بس مثلا الروبوتات والتقنية والشباب اللي يحبون هذا الشيء هسه نحاول نعطيهم دعم. نشوف هسه بالجديد بالاخر كم سنة هسه اكو هواية منظمات يدعمون الشباب اللي عندهم مشاريع مثل مشاريعنا. نعم. ومشاريع مشابهة يعلمهم شلون يسوون المشروع، شلون يدرسوا فاينانشلي، يعني الحسابات مالت الاداره الموظفين، يعلمون الشباب حتى يسوون مشاريعهم الخاصه. احنا استفادينا منهم هوايه، فما اقدر اقول مثلا احنا اون ذا توب، لا نهائيا، احنا مختصين ندعم الشباب اللي ما عندهم دعم، اللي هم عندهم واهس او يعني بالتقنيه، بس اكو من يدعمنا اكو من يدعم ذولا. فحاليا احنا نتمنى هذا الشيء يكون على شكل اوسع ويوصل مستوى اللي هو الدعم الحكومي، لان الحكومه من تدعمه مثل المنظمات الاهليه اللي تكون على قد حالها، الحكومه على مستوى المفروض على البلد كله. نتمنى هذا الشيء يصير، نتمنى يشوفون من التجارب اللي صارت بالواقع من منظمات بسيطه صغيره دعمت شباب وين وصلوهم، إذا نوصل مرحلة يشوفون هذا الشيء ويطبقوه على مستوى الجامعات مثلا كلها يدعمون أي شاب، أي جروب يسوون بروجكت فتشي ممكن يكون بخدمة للبلد أو حتى لو في مردود مادي لهم وغيرهم، لأن هذا هي كلها عبارة عن
يعني employability توظيف راح اي شخص يسوي مشروع وينجح راح يوظف. ابسط شيء ابسط امثله مثلا شوف تاكسي كريم، هي عباره عن ابلكيشن تطبيق فشيء تقني، بس ايش قد موظفين اكو تقابل الاف السواق هسه بالشارع طبعا يسترمون راح يستفادون يفتحون بيوت من تطبيق تطبيقات التوصيل مال الاكل غيرها. فاي فكره هي حتى لو صغيره حتى لو شباب مجموعه يحصلون دعم تكبر الفكره ممكن تكون مفيده يعني لاقتصاد البلد بصوره عامه. طيب للفقار كمشاركات على الصعيد المحلي والدولي والمعارض اللي ممكن انه تكون مخصصه لهذا المجال، شنو مشاركاتك كانت بهذا المجال؟ والله احنا يعني من اخر لقاء التقيت بكم هنا بعد ما صارت اكو مشاركات دوليه لانه صار الحظر ومنع السفر بكل العالم، لكن احنا بعدنا على نفس الخط مالتنا اللي هو احنا نسوي المهرجانات ونسوي الايفنتات. يعني احنا سوينا ايفنت بال 2019 كان بالزوراء، كان الحضور كلش قوي، الجو بال 8000 شخص، ميكرز من كل محافظات العراق جو عرضوا مشاريعهم. دا نحاول نعيده بشكل اكبر هالسنه، ردنا نعيده بالشهر الثالث 2019 وصارت كنا احنا سويناها. لا ب 2020 صارت كورونا. 2020 احنا على 2021 بشهر الثالث مبدئيا راح يكون اكو فد ايفنت كلش كبير مهرجان ونضم به كل صانعين الروبوتات وكل احد الى واهس بالتقنيه ويعجبه يعرض فد شيء. كل التوفيق لك. تسلم. ان شاء الله يا ربي من تألق الى تألق، وان شاء الله يا ربي انه هذا الابداع يستمر، وهذا الشيء انه يكون من دعم حكومي ذاتي تحديدا، يعني مو فقط على الدعم الخاص. كلمه اخيره تحب تقولها؟ والله يعني كلمه اذا اوجه للشباب انه لحد يدورون يعني ليه يتوقف تعلم. اذا اكو دورات اكو شغلات اونلاين يحب يجي يدور مكانات مثل الميكر سبيسات اللي طرحت انا. يعني الميكر سبيس مالتنا قريبا راح يكون موجود، نتمنى اي واحد له واهس يجي يحضر. كلمه للجامعات، يا ريت لو الجامعات يدعمون شبابهم اكثر، يخلون اكو مختبرات بها مواد اكثر حتى الشباب يكون عنده اطلاع على المواد. احنا ليش دائما طلابنا يجون يشوفون المواد برا الجامعه؟ المفروض الجامعه توفر لهم هذا الشيء. واكيد للجهات المعنيه بالدوله يعني فتح عينكم شوي. طبعا استمتعنا بتواجدك ويانا اليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها، نتمنى لك المزيد من النجاح في هذا المجال. تسلم. حياك الله. حبيت المشاهدين مستمرين ياكم، ننتقل وياكم لفقره عزوزيات مع الزميل المشاكس عزيز، وسؤالنا لهذا اليوم اذا رحت للحلاق وخرب لك شعرك وسوالك التسريحه اللي انت مراغبها، شنو تصرفك؟ خلينا نشاهد مع زميلنا عزيز.